أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل ورد النهي عن يعني جعل الإزار، إزار القميص مفتوحا أثناء الصلاة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل لصلاته ويلبس أحسن ثيابه وأجمل ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يثبت فيما أحفظ شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يفتح أزرار قميصه، ما ثبت في هذا شيء، وإنما الثابت النهي عن الكفت في الصلاة، النهي عن الكفت وهي الأكمام، الأكمام مثلا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة. أما فتح الأزرار أو عدم فتح الأزرار فلم يثبت في هذا شيء، فلو صلى مصل وقد فتح أزرار ثوبه أو قميصه أو أغلق أزرار ثوبه أو قميصه فلا حرج عليه في ذلك. وما يذكر من الحديث الصحيح أن أحد الصحابة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة وقد فتح جيبه يعني أزراره، فإن هذا ليس من أعمال الصلاة وليس من سنن الصلاة، وإنما هذا من الأمور العادية، فإن الرجل قد يحتاج إلى فتح قميصه للحر الشديد أو مثلا للرطوبة أو لشيء من هذا القبيل، فهذه من الأمور العادية لا يجوز إدخالها ضمن السنن الشرعية المتعلقة بالصلاة، لأن يوجد من الناس من يحبون السنة لكنهم يخطئون فيذهبون ويعتقدون بأن هذا من السنة، هكذا يعتقدون، يذهبون ويفتحون أزرار، يفتح الرجل أزرار قميصه في الصلاة حتى يظهر جزء من صدره، ويعتقد بأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور العادية.